l'accompagnement du plan européen, du développement du plan européen, de discuter de l'avenir et du financement de tous les 25 milliards. التغطيه ديال التمويل ديال 5 مليار ديال الدرهم زائده على 5 مليار ديال الدرهم اللي عندها في يعني سنويا كتمول بها مخطط المغرب الاخضر، وهذه غادي تجي باش تواكب ان شاء الله يعني هذا الموسم الفلاحي اللي هو موسم متميز في انتاج كبير، حتى يمكن ان يكون يعني التمويل ديال التسويق ديال المنتوجات، وكذلك باش تكون كذلك مناسبه للاستثمار باش يعود اعاده انطلاق الاستثمار في هذا سنة اللي هي سنة جيدة. المحصول الاستثنائي سيطرح مشاكل عدة، وأولها كما قلت فهو التخزين. التخزين ليس بمسألة ظرفية بل استراتيجية يجب أن يتوفر عليه المغرب، وأعتقد بأنه لم يستثمر ما بما فيه الكفاية، وإذا أراد أن يفعل ذلك فسيتطلب وقتا وأموالا غير موجود الآن. مشاكل أخرى تتعلق بطبيعة الحال بجودة المنتوج، لأنه سيبقى المغرب مضطرا لاستيراد كميات كبيرة من الحبوب لمواجهة طلبات السوق الداخلي. العام الصيف كاين، الثمن ما كاينش، الخدامة ما كاينينش، الزرع ديري ليه 40 41 قنطار، عام الأول كان 51، البال عام الأول كان 500، العام ديال غير 160، ضيع الفلاح بكل حال. عام زين تبارك الله، والخيرات كاينة، والنصير كاين، كاين الفوسفات، كاين المواد، الدواء، الناس مرقدة، العامين مطوعة، والبلاد مسرحة. واني مصيفين واني الفلاح السوق طيح. Thank you.